احنا قلنا انه المره الماضيه قلنا البروتين عشان انا اتخلص من الجينيسيس تبعتها لازم احولها لامينو اسيد. عندنا بعمليه الدايجيشن، بعمليه الدايجيشن انا ممكن عندي الانتستين الميكوزا تمتص واحد من اثنين، يا اما فري امينو اسيد يا اما داي بيبتايد، بس اللي بوصل السيركوليشن بس فري امينو اسيد، ما في عندي داي بيبتايد لازم يتفكر. اوكي، فالامينو اسيد عشان هلا وصلت السيركوليشن بدي ادخلها للخلايا عشان يصير لها ميتابوليزم. عملية دخولها للخلايا كمان مرة اكتف ترانسبورت، وفي عندي ماني ترانسبورترز، كل وحدة من هاي الترانسبورترز عندي 7 او اكثر، كل وحدة منهم متخصصة لعدد من الامينو اسيدز. اوكي، تتعرف عليهم انه هذا امينو اسيد انه في عنده ستركتشر معين فهو اللي بتمرقه بالدخل. هلا من اشهر هدول الترانسبورترز وحدة موجودة عندي بالكدني. هلا بتعرفوا انه انا بفلتر كل شيء عندي بالكدني، بعدين نرجع لامينو اسيدز الاشياء اللي انا بدي اياها الجلوكوز هذا نرجع بعمل له ري ابزوربشن برجعه على الدم. فهاي الترانسبورتر اكتف ترانسبورتر موجوده عندي بالكدني بتنقل 4 امينو اسيدز اللي هم الاورنيثين واللايسين والارجينين، وكلياتهم هدول بيزك امينو اسيدز والسيستاين. ستاين ماله؟ حاجة شفنا نيجاتيف، لا في سلف تفضل، بس عامل دايسون 5 فهو نان بولر، تمام؟ نان بولر. فالفرق بينهم هدول، هدول بتفلتروا بيجوا لهم يرجعوا الترانسبورتر تبعتهم خربانة، الترانسبورتر تبعتهم ديفكتيف، فشو بصير؟ بضلوا باليورين. هلا ما حيصير اشي، انا هدول بيطلعوا باليورين، في اشياء منها اكثر يعني جزء منهم باخذهم بالدايت وفي جزء بقدر اصنعهم داخل الجسم فما عندي مشاكل. مين المشكله؟ هلا حكينا انهم هدلاك كلياتهم البولر وعليهم تشارج بوزيتيف تشارج، فبصير لهم اكسكريشن من اليورين والسيربيليتي لهم عاليه جدا منيح. اللي عنده مشكله هو السيستاين، السيستاين لما بصير عندي اليورين كونسنتريتد وكميته كثير كبيره ببلش يترسس بيطلع زي كريستلز. وين بتعمل هاي؟ الكلى، بتعمل حصى الكلى، اوكي؟ كدني ستونز. عشان هيك كثير مهم انه احنا لما بروح بعمل له تفتيت للحصى، لما بيروح بيطلع بيعمل له عمليه وبيشيل له هاي الحصى، بيروحوا بيحللوها شو هي. اوكي؟ اذا كانت سيستاين معناته هذا الشخص عنده مشكله، يعني كيف عرفوا انه هاي المشكله من هذا؟ ممكن تكون عنده مشكله بالكالسيوم. والكالسيوم قاعد يترسب بال بالكدني، اوكي؟ فضروري انه بس الواحد يفككها انه يروح يحلل هاد البارتيكلز. هاي عباره عن ايش؟ طبعا هاي البارتيكلز بتكون عباره عن سيستاين ترسب نتيجه انه ما عم بصير له ري ابزوربشن مره ثانيه، ما عم يرجع للدم فبيروح باليورين، ولانه سلبيتي له قليله فبترسب هناك. طبعا ايش الحل؟ كيف انا ممكن احل المشكله تبعت هذا الشخص؟ اورال هايدريشن، يشرب مي كثير. حتى انه ازيد السولوبيليتي للسيستاين واطلعه من الجسم. ايوه عبد الله، شهر مش لازم نموت عشان تفكر انك تشغل المكان. اه بصير كل مره تعال شغل المكان بس عليه البونص. خليك قاعد بالحمام. انا بفتح الشباك اللي عندي وخليكم انتوا تفقعوا من الحر ما تستنوا. اوكي، بدك علامات لسه؟ خلص يلا. اوكي، نيجي ل هلا دخلت انا على داخل الخلايا وبدنا نبلش عمليات الميتابوليزم للامينو اسيد. طيب الميتابوليزم للامينو اسيد اول اشي بنبلش فيه هي الريموفال اوف نايتروجين. انا عندي كاربوكسيليك، في عندي سي، وهون في عندي R، هون في عندي NH2، وهون H2. تمام؟ عكس هذا الـ هذا الـ شو هن العكس؟ جماعة وين ما تحطيها حطيها، مش مشكلة، أنا لأني هلا بدي أحط دبل بوند أو فبديها بمكان واحد. فعندي أنا هاي كاربوكسيليك، هاي عندي NH2 على الألفا كاربون. اللي بصير عندنا إنه عملية ترانزميشن، عملية نقل. في عندي انا اللي بالمقابل لازم ينتقل عليه اللي هو COO- C double bond O
CH2 CO O minus. مين هذا يا درسين يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ مين هذا؟ الفا كيتو جلوتاريت. يس، اللي اذا بحط عليه امينو جروب شو بصير؟ اذا بنقول الامينو جروب هاي لهون شو بصير؟ جلوتاميت مش جلوتامين، كاربوكسيليك هذا. اوكي، بصير عندي جلوتاميت. تمام، وهذا شو رح يصير؟ هذا هو رح يصير الفا كيتو اسيد دبل بوند. اوكي، لهون شو عملت انا؟ ليش بس نقلت؟ كان هون عندي امينو جروب وهون عندي كان كيتو. اوكي، حطيت الامينو هون والكيتو هون، بس تبديل. هلا هذا اللي فوق صار اسمه الفا كيتو اسيد، ورح تشوفوا انه كل واحد من هذول له اسم معين. وهذا شو اسمه؟ جلوتاميت. معناته انا دائما بنقل من امينو اسيد لألفا كيتو جلوتاميت عشان اطلع جلوتاميت. شو مكان الامينو اسيد؟ واضح؟ هاي اول خطوة. طبعا هاي الخطوة زي ما قلنا في عندي انا الامونيا نقلتها راحت لجلوتاميت. الجلوتاميت راح تشوفوا انه بربط كمان امونيا فيها وبعملها جلوتامين وبنولها للدم. هلا بنحكي ليش القصة هاي كلها. بوديها للليفر، بالليفر بفككها لامونيا مرة ثانية. الامونيا اللي بفككها بتدخل يوريا سايكل، واحدة من الامونيا بدخلها اليوريا سايكل، الامونيا الثانية بجيبها من الاسبارتيت. اوكي، والكربونيل انا في عندي هيك سي دبل بوند او ان اتش 2 وان اتش 2. واحدة منهم هاي من الان اتش 3، هاي اسبارتيت، وهاي من السي او 2 اللي جاي عندي من عمليات الميتابوليزم مصدر. اوكي، فهلا لما نحكي عن يوريا سايكل بتشوفوا انه هذول فعليا جايين من هاي المصدر. طيب حكينا انه بنعمل ترانس امينيشن بالاول، بعدين بروح للاوكسيداتيف دي امينيشن للجلوتامين. الجلوتامين دي هيدروجينيز بفك الامونيا عنه، والامونيا بتدخل يوريا سايكل، وهيك بنكون خلصنا من الامونيا. بضل عندي الالفا كيتو اسيد اللي نتج. الالفا كيتو اسيد بروح بدخل بعمليات الميتابوليزم المختلفه. طبعا اذا انا قدرت احوله لاوكسالو اسيتيك معناها بدخل كريبس سايكل، او بحوله لجلوكوز. تمام، اذا حولته لبايروفيت يا بصنع جلوكوز يا بكسره طاقه، يا اما بحوله الانين، يا اما بسوي اللي بدي اياه. تمام، ففي عندي اكثر من طريقه عشان اتخلص من الالفا كيتو اسيد اللي موجود عندنا. بقدر ارجع امينو اسيد. يس، هلا نشوف. تمام، الانزيمز هم عباره عن مجموعه من الانزيمز المسؤوله عن عمليه الترانس امينيشن، هي الامينو ترانسفيريزز. في عندي لكل واحد من الامينو اسيدز ذاكرين لما كنا نحكي الانين امينو ترانسفيريز، اسبارتيت امينو ترانسفيريز. هاي الانزيمز تشتغل بالاتجاهين، يعني ممكن انا اكسر الامينو اسيد وممكن اصنع الامينو اسيد، ممكن اصنعه وممكن اكسره. طبعا لانه ايزينشن بصنعه، مش انه ايزينشن ما بقدرش، لازم اجيبه من الدم بس بكسره. كلياتهم بصير لهم ترانس امينيشن ما عدا اللايسين والثريونين، هذول بصير لهم دي امينيشن انستد. هاي الانزيمز زي ما قلنا لكل امينو اسيد في عندي واحد متخصص، امينو ترانسفيريز متخصص، هو اللي مسؤول عن عمليه نقل النيتروجين جروب. بحتاج لكو انزيم اللي هو البيرادوكسال فوسفيت. اوكي، يعني عمليه نقل الامينو جروب بنقولها اول شيء للبيرادوكسال فوسفيت، بعدين بنروح نقولها للالفا كيتو جلوتاريت لاعطينا الجلوتامين. اوكي، في عندنا الالانين امينو ترانسفيريز والاسبارتيت امينو ترانسفيريز، هذول من اشهر الامينو ترانسفيريز الموجودة عندنا، بتلاقيهم بمعظم الخلايا. طبعا الالانين امينو ترانسفيريز هذا مين بالليفر، اذا ارتفع معناها كلهم موجودين انتراسيلولارلي، اذا ارتفعوا برا الخلية معناها صاير عندنا دمج بهاي التشو. اوكي، ما بلاقيهم برا بالوضع العادي، بكون كميتهم ضئيلة جدا، بيسوهم من خلال الاكتيفيتي تبعتهم.
اوكي بحط له السبستريت، بحط له كل الاشياء اللي بحتاجها والبفر، وبحط عليه بلازما. اذا الاكتيفيتي عاليه شو معناها؟ معناها اللي كان جوا الخلايا طالع لبرا، اوكي رايح عالدم. اذا ما كان معناها لا الوضع طبيعي، معناها الامور طيبه تمام. فهذا ممكن احنا نربطه بامراض مختلفه، ليفر ديزيزز، اشياء مختلفة. طيب شو الرياكشن اللي بيصير مع الـ ALT والـ AST؟ الـ ALT بتفاعل طبعا من اسمه ألانين، تصير اصعب.
مع فيزيكال ممكن تمشي، بس الفيزيكال ممكن يكون صعب عليك. هم ساعتين ساعتين؟ اه. انا لو مكانكم نزلكم وحده مع مواد حره ومواد اشياء. خلصتوا كل شيء؟ خلص ثلاث مادتين. طبعاً 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 في اشياء ثانيه. اذا كانت مثلا الاي اس تي مرتفع بحالات المايكارديال انفاركشن، تروبونين ممكن يعطيني انديكيشن، اي سي جي الغلط المخربط ممكن يعطيني انديكيشن انه القلب هو المشكله، صح ولا لا؟ اذا عملت له تخطيط للقلب وفي عنده مشاكل بالسيجنالز تبعته، المصل ديسوردرز كمان في عندي اشياء ممكن تعطيني الفكره انه المصل هي المشكله. كرياتين واحد. طيب احنا هلا لحد الان شو عملنا؟ بس عملنا ديسبوزل لهي النيتروجين لانها على الفا كيتو جلوتاميت عشان اطلع جلوتاميت. الجلوتاميت هذا بروح للليفر، بس بديش اقول لكم بعدين كمان شوي بقول لكم كيف بروح، لانه ما بصير انقل لا اسيديك ولا بيزك مولكيول بكميات كبيره بالدم. واضح؟ شو معناها؟ تخربط البي اتش تاعت الدم، صح ولا لا؟ ما بصير ما بصير جلوتامين ما بنقوله من الخلايا على شكل جلوتامين. واضح؟ مش الار ان اي ترانسفيريز بنقوله؟ بنقول مين؟ الامينو اسيد جوا الخلية. جوا الخلية. الجلوتامين انا هلا عملت له ميتابوليزم بالتشو، سحبت كل النيتروجينز اللي على الامينو اسيد حطيتهم على الفاكيتو جلوتاريت، حولتهم لجلوتامين بدي اودي على الليفر. ليش؟ لانه عندي انا هناك في الجلوتامين دي هيدروجينيز انزيم اللي بشيل الامونيا بدخلها يوريا سايكل. تكمل القصه انا هلا. اوكي؟ ما بصير انقل على شكل جلوتامين، في عندي طريقه ثانيه هلا. لازم يكون شيء نيوتن. ماشي؟ طيب عندنا العمليه هاي اللي هي الجلوتامين دي هيدروجينيز انزيم يا اما اوكسيداتيف ديامينيشن او ريدكتيف امينيشن، والانزيم هذا بيشتغل بال تو دايركشنز باي دايركشنال، يعني ممكن انه يصنع جلوتامات وممكن يكسر جلوتامين. واضح؟ اوكي؟ فا اول شيء موجود عندي بالليفر والكيدني. الجلوتامين هو الامينو اسيد الوحيد اللي بيكون عندنا اكسيدة الديامينيشن اللي هو سريع جدا. وهذا بيتم بالليفر قلنا بالكيدني. الانزيم نفسه بيستعمل واحد من تو كوانزيمز، هو بيشتغل باتجاهين. معناها اذا العمليه اوكسيديشن بديش يصير له ريدكشن، متذكرين مين اللي كان؟ ناد بلس كان يتحول لناد بلس. طيب اذا كانت ريدكتيف ناد بي اتش، ناد بي اتش كانت تتحول لا ناد بي بلس، صح؟ فهي بتعتمد، هو بيستخدم شايفين هم عاملين لك اياه بورد اللي مستخدم. فانا في عندي اول شيء الالفاكيتو جلوتاريت مع الامينو اسيد بالامينو ترانسفيريز ترانس امينيشن الالفاكيتو اسيد زائد جلوتاميت. الجلوتاميت هذا الجلوتاميت دي هيدروجينيز مع وجود الناد بلس بحوله ناد اتش والفاكيتو جلوتاريت مره ثانيه مع امونيا، امونيا بتخايف كويس. نيجي للسينثيسز للامينو اسيد، في حال اني انا محتاج الى اصنع امينو اسيد شو بعمل؟ اول شيء الالفا كيتو اسيد هاي ناد ناد بي اتش مع الالفا كيتو جلوتاميت بحولهم لجلوتاميت ناد بي بلس. الجلوتاميت النيتروجين اللي عليها بنقولها للالفا كيتو اسيد عشان اصنع الامينو اسيد. لنفرض انه عندي مثلا هون بايروفيت بصنع الانين، زيرو اسيتيت بصنع اسبارتيت، اوكي؟ طلعناها لو انا اسيد اللي انا بقدر اصنعها بصنعها بهاي. واضح؟ طيب نيجي هلا ل اتجاه الرياكشن، امشي بتصنيع ولا تكسير للجلوتامين؟ تكسير. حسب تصنيع.
انا شو بحاجه لشو شو الافيلبل عندي لا لا انا هي لساتني بالجلوكاميديا هيدروجينيز مش عارف اي دايركشن اتخذ دايركشن الريدكشن ولا الاكسديشن شو اسوي فحسب الموجود اذا كان عندي المتوفر الجلوتاميت ولا الفا كيتوغلوتاريت ولا امونيا ولا اوكي مين اللي متوفر بكميات كثير كبيره هذا اللي بحدد لي وحتى الكوانزيمز ناد اتش 2 ناد بلس ولا ناد بي اتش لناد بي بلس هاي نسبتهم لبعض هاي كمان بتحدد لي دايركشن اوف ذا رياكشن بعد الاكل شو رايكم مين اللي راح يتحفز اكثر انا هلا اكلت والوجبه تبعتي كان فيها بروتينات اوكسيديشن ولا ريدكشن اوكسيديشن طبعا بتعرفوا ليه لانه راح يدخل عند الامينو اسيد راح يحوله كله لجلوتامين والجلوتامات راح يروح للليفر بالليفر بتفكك اوكسيديشن لالفا كيتو جلوتاريت وامونيا والامونيا بتدخل يوريا سايكل فاليوريا سايكل عندنا بتتحفز لما اكل ماكل اوكي ال ATP وال GTP بيعملوا انهبيشن للإنزيم وال ATP وال GTP بيعملوا له انهبيشن طيب نيجي لكمان شغلة هيك طرفية لحالها احنا كل الوقت لما بنحكي عن امينو اسيدز وميتابوليزم للامينو اسيدز كل الانزيمات اللي شغالة بجسمي شغالة على ال configuration الامينو اسيدز ها؟ واللي بدخلهم بروتيناتي كمان ال كلهم ال كله ال اوكي الجلوكوز اللي دي اما الامينو اسيدز كلهم ال هلا كل الانزيمات تاعتنا شغاله وفعاله على حال في حال انه انا بالوجبه تبعتي اكلت شيء كان في من ضمنه من نباتات ومن بكتيريا من شو مصدرها كان عندي دي امينو اسيدز شو بدي اعمل فيها؟ كيف بدي اتعامل معه؟ بدي احوله لا كيف بنحوله لا كيف لا مش ازمرايزيش بنت اللس هلا انا عندي يا زي كاربوكسيليت هاي هون ال اتش 2 اتش واو اوكي بدي هاي ال اتش 2 هاي دي بدي اياها تصير ال هون فشو بيعمل الجسم بدي امينو اسيد اوكسيديز انزايم بعمل له دي انيش بشيل امينو حط لي دبل بوند هذا كايرال ولا مش كايرال؟ كايرال هذا كايرال؟ كايرال عليه كربونيل كايرال؟ لازم يكونوا أربعة ديفرنت فانكشنال جروبس عشان يكون كايرال هذا إيه كايرال؟ هذا ما له دخل بالكايرال أوكي؟ فشو بيعمل؟ بحطه هيك لما أجي أركب الأمينو جروب أو ترانس أمينيشن مرة ثانية شو بعمل؟ بركبه إلا ما بعرفش دي أصلا ما عندي دي واضح؟ لما بركبه ال فشو صار؟ هاي هون صارت ال NH2 وهون صار ال H اوكي لما بركبه ال فال L configuration النتيجة تبعته بتكون ال amino acid بقدر ادخله بالبروتينات بقدر اعمل له ميتابوليزم زي ما بدي بدون اي مشكلة طبعا هذا بده FAD عشان نيجي للترانسبورتيشن من التشو للليفر هاي اللي كنت بحكي لكم عنها قلت لكم انا الجلوتاميت عم بصنعه بالتشو هلا بدي اوديه على الليفر عمليه التكسير تبعته بالليفر بس ما بصير انقل على شكل جلوتاميت لازم انقل على شكل نان توكسيك امن ما في لا اسيديتي ولا بزيز واضح؟ ف لا بنضيف له ال H2 كمان ال H3 من التشو على جلوتاميت بجلوتامين سيتاتيز انزايم بعمل جلوتامين، جلوتامين شو؟ نيوترال بنقوله هذا هو شكل من اشكال الامونيا هذا شايل كلتين امونيا اوكي؟ وديع الليفر هلا في عندي جلوتامينيز انزايم جلوتامينيز انزايم بفككوا الامونيا وجلوتامين الجلوتامين دي هيدروجينيز انزايم بفكك لي مرة ثانية الامونيا والفكيتوغلوتاين واضح؟ هاي اول افضل انا بشيل الامونيا كامله بحط امونيا عند مثل ايه؟ بشيل ال NH2 كامله بحط ال NH2 ولا بالليفر؟ بالتشو ولا بالليفر؟ بالسينس تبع ال بالتشو؟ اه طيب بالتشو انا حولت نقلت من كل الامينو اسيد للنيتروجين
الباكجينج تبعها ويعني عامل الشغل تبعها كله لحالها صح؟ فشو اللي بتعمله؟ بتعمل جلايكوليسيس وبتحوله لبايروفيت، وبعدين الامونيا اللي جايه من الجلوتاميت النيتروجين جايه من الجلوتاميت بتنقلها على البايروفيت وبتحوليها لالانين، والالانين بتطلعها للدم بتوديها على الليفر بيرجع لها بايروفيت الالانين ترانسفيريز وبرجعها جلوكوز وبوديها على المصل. فشو انا عملت؟ نقلت نيتروجين كل السلافة عشان أقول نايتروجين عشان أودي نايتروجين وخلي دائما عندي سورس للجلوكوز، فصار عندي ألانين جلوكوز سايكل شغالة على طول. ما هو شو هو؟ ما عارف النيتروجين من الليفر وهو مش جلوكوز طوالي صح؟ يعني جايب النيتروجين من المصل بعدين طلعها على جايب النيتروجين من المصل وداها على الجلوتاميت بعدين الجلوتاميت حطها على بايروفيت عشان تصير ألانين. الألانين وداها على الخطوة اللي وراها طبعا هاد هو ايش
CO2 و NH3 وتنتين ATP بيعملوا الكربامول فوسفيت تمام؟ هاد activated by اللي هو الانستيل جلوتاميت. الانستيل جلوتاميت اصلا الانستيلكو ايه والجلوتاميك اسيد بيرتفعوا لما يكون واحد ماك معناته اليوريا سايكل مين بحفزها؟ ارتفاع البروتينات الامينو اسيد اوكي؟ هذول رح ارجع لهم خلينا اشرح لكم اياها على السايكل وبعدين نرجع للحكي. هاي قلنا عنها سي او 2 اتش 3 بنتين اي تي بي طلع لي كربامويل فوسفيت. طبعا كربامويل فوسفيت سنتاجيز انزايم هذا هو الميجر انزايم بكل العمليه هو الريت ليميتنج ستيب هو اللي عامل الكنترول هو اللي ريجليتد وكل شيء تمام. مش قلنا انه في عندي ممكن واحد اهم واحد طيب هذا هو. بعدين الخطوه اللي وراها الاورنيثين ترانس كربامويليز بربط الاورنيثين مع الاورنيثين سوري مع الكربامويل فوسفيت. اورنيثين مع كربامويل فوسفيت بربطهم على النيتروجين تبعتها هاي الكربوكسيليك بربطها على النيتروجين اوكي. الاورنيثين عباره عن ايش؟ عباره عن بيزك امينو اسيد هاي ال H2 هاي كربوكسيليك وهاي H اوكي هون هي CH2 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 مين هاد؟ أورنيثين. شو يعني أورنيثين؟ مش فاهمين في حدا هيك من قرايبنا؟ واحد من أمينو أسيدز اللي هو مين؟ شبع عليه لايسين 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 خربطوش الأسيد مع البيز هذا بيز لا لايسين أسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد لايسين شو بيفرق بينه وبين هذا؟ في كربون كربونات لما كان أربعة وإنش مذكرين هذا ايش؟ ثلاثة وإنش واضح؟ أنت ليش ما أخذناها؟ شو نه؟ هذا هذا ما بدخل بالكود سبعة البروتينات وتصنيع البروتينات هذا بس اليوريا صار مش دخل مش دخل احنا زمينين اللي اخذناه مش طلع هذا بس صنع عني الارجو طيب يعني زي ما حكيت مش طاقه من الار مش من اللايسين اللايسين شمال بس يعني كربون واحد اللايسين له كودون وبدخل تركيب الاحمر البروتين انت هلا ما لهوش كودون اصلا هو والسترولين ما لهمش هاد اورنيثين بحصله من الدايت بعد ما صنعه داخل الجسم سايكل كيف الاوكسالو اسيتيك ببدا فيه وبنتهي فيه هذا نفس الشيء ببدا فيه وبنتهي فيه واضح؟ طيب انا بنتهي كل الامينو اسيد لا ضايل سترولين هلا بدنا نحكي عنه طيب هاي الاورنيثين ربط مع الكربون فوسفيت اعطاني سترولين سترولين اذا تطلع عليكم انا امينو اسيد الفا امينو اسيد واحد اثنين ثلاثه وبعدين عندي هاي يوريا مش جوانيدينو مين اللي كان جوانيدينو؟ ملاريا اوكسيدين كان نايتروجين برضه واحد مش واحد عندي مين هو بعينه؟ ايش الدكتور؟ قول لي اول حرف اسمه محمد ايه؟ ايش الدكتور؟ اول حرف عيد السؤال اول حرف عيد السؤال اول حرف اسمه ايه؟ ايش السؤال يا جماعه؟ سترولين ايش فاهمين من الامينو اسيد اللي اخذناهم وبدخلوا بتركيبه البروتينات؟ هاي اللي هو اللي كان نايتروجين من الاكسجين شو كان اسمه؟ أرجينين يس هاي أول حرف اسمه أرجينين شكرا يا شكرا يا جار أنا مش هتطلع هذا الشرق بس تقول إنه الصوت طلع من صار طيب تطلع مذاكر من وراك أنا مذاكر من وراك هاي هاي الجزء الأول أول كلية أكشن اللي بيتمه في المايكروفيليا المايكروفيليا الماتريكس هلا سيكرولين بيطلع لا سايتوسول سايتوسول مع الأسبارتيك سيكرولين مع الأسبارتيك أسيد أسبارتيك بصيرهم كوندنسيشن مع بعض شوفوا كيف الدبل بوند أو مع النيتروجين تبعت الأسبارتيك بربطوا كلهم مع بعض فإذا
هيدروجين نايتروجين اللي هو الهيدروجين نايتروجين. اذا تغطي هاي هذا اسمه فاكسينيك اسيد. واحده من اساسينيك اسيد. اخذناها بالكريب سايد. فاكسينيك هو ايه فاكسينيك؟ سنسينات اخذنا مش نفسه والله نفسه. اوكزاليت واوكزاليك اسيد نفسه. الخطوة اللي بعدها الأرجينين والساكسينيك أسيد اللي
هو بتفكك مرة تانية لفيوميريت زائد أرجينين. الأرجينين بالأرجينيز إنزيم بتكسر لأورنيثين مرة تانية ويوري. أوكي؟ هاي بالليفر يوريا صار. هلا اليوريا بتطلع بتروح للكلى ومن الكلى بتصيرها إكسكريشن تذيب. الأورنيثين بيرجع للميتوكوندريا وبيكمل العملية مرة. طيب حكينا عن اللي بروح للجات. طب الناس اللي عندهم مشكلة بالكلى وكميات كتير كبيرة قاعد ترفع البي اتش تاعت الدم نتيجة ان الأمونيا عم تتصها تتصل بالنورمال فلورا باليورياز تبعها وبترجع مرة تانية أمونيا، رح تغير بالبي اتش تاعت الدم. شو الحل؟ نخفف من النورمال فلورا الموجودة بالجي اي. هاي الخلايا بيعطوها لا بيعطوه نيومايسن. هلا النيومايسن هذا انتي بايوتيك بس بيشتغل لوكال، يعني احنا ما عادة نستخدمه توبيكال. اذا اخذته اورال ما بيشتغل، ما بيمتص الجسم بس بضل شغال بالجي اي. اوكي؟ فنيومايسن بنعطوه فور لوكال اكشن بالجي اي، بقتل النورمال فلورا الموجودة هنا، اليورياز بطل موجود، والنتيجة انه الامونيا رح تخف. واليوريا اللي ما بتحللها الجي اي بتطلع بالفيزيكس؟ بتطلع بالفيزيكس. طيب الاسبارتات، هاي الاسبارتات وامونيا سي او 2 و3 اي تي بي بعطينا يوريا وفيوميريت وتنتين اي دي بي اي ام بي تنين ان اورجانيك فوسفيت بايروفوسفيت. هلا اذا انتبهتوا كل الانزيمز او كل الرياكشنز اللي باليوريا سايكل كانوا ريفرسبل، كان كلهم اتجاه واحد. اوكي العمليه كلها ريفرسبل، والدلتا جي اللي طالعه منهم كلهم او المجموع الرياكشنز كلهم دلتا جي نيجاتيف، معناها انه الرياكشن عندنا سبونتينيوس. شو يعني سبونتينيوس؟ تلقائي شغال ماشي على طول وبيطلع حتى تمام. ريجيليشن لإله قلنا انه الكاربامول فوسفيت سينثيتيز انزيم هذا هو اللي ريجيليتد، هو الريت ليميتنج ستيب. والريجيليتر لإله اللي هو الان اسيتيل جلوتامين. ان اسيتيل جلوتامين بزيد لما ناكل بالفيد ستيت، برتفع عندي الجلوتامين، برتفع الارجينين. الارجينين بحفز ارتباط الاسيتيل كو اي مع الجلوتامين، وبعد هيك الان اسيتيل جلوتامين اللي تكون بروح بحفز الانزيم بيعمل له اكتيفيشن. تمام؟ فريجوليشن كلياته بزيد عندنا اليوريا سايكل في حاله الفيد ستيت. هاي حكيناها. طيب زيادة الأمونيا بالدم واليوريا بالدم عمين بتأثر؟ لو لا أي تغيير بالـ pH تاعت الدم أول إشي البرين، أول إشي البرين بالدم. أوكي حتى كل الأعراض اللي هلأ رح نشوفها رح نشوف إنها كلها برين. أوكي إيش في عندنا مصادر للأمونيا بالجسم بالدم؟ حكينا عن الأمينو أسيد ميتابوليزم صح؟ هاي واحد. من الديجريديشن للجلوتامين والجلوتامين بتطلع لي امونيا. الدراجز بتطلع امونيا. هلا اليوريا والديجريديشن لليوريا شو كان بيطلع؟ سي او 2 وامونيا. اوكي؟ في عندنا بعض الاشياء اللي بتضايق تبعتنا، يعني بياكل جبنه. الجبنه فيها تايرامين. اوكي تايرامين امين جروب في بالاخر، هاي الميتابوليزم لها بتطلع لي امين نيتروجين اللي هي الامونيا. في عندنا الدوبامين الادرينالين والنور ادرينالين، هدول كمان الميتابوليزم تبعها عمليه دي امينيشن. دي امينيشن بتطلع لي امونيا. وفي عندنا البيورينز والبايريميدينز كمان بتطلعوا لي. اوكي؟ شو هي؟ ادويه الحرق شو بتعمل؟ هي بتطلع امونيا. المصدر الاخير او الطريقه الاخيره اللي قلنا انه بتخلص فيها من الامونيا بنيوترال فورم، قلنا الجلوتامين والالانين، هلا اليوريا. اليوريا انا ما بنقول شيء اسيد،
اسيدك او بيزك، هذا عباره عن ايش اليوريا؟ نيوترال. اوكي اتفقنا على النيوترال. فنيوترال وبتنتقل من الليفر من خلال البلد للكدني وهناك بصير لها اكسكريشن. في عندي كمان شكل ثاني جلوتامين برضه، انا ممكن انه اربطه ويروح مباشره مش على الليفر، يروح مباشره على الكلى. بالكلى هناك في عندنا انتستينال جلوتامينيز، فممكن يفكك لي اياها جلوتامين وامونيا، والامونيا يا بستخدمها بفر يا يعني بعملها اكسكريشن اذا زياده. اوكي؟ هلا الهايبر امونيميا ممكن تكون شغله خطره شوي اذا ارتفعت لمقدار عالي جدا اكثر من 1000 مايكرو مول بير لتر. بحالات الليفر ديزيز اذا كانت اليوريا سايكل عندي معطله الامونيا بتبلش ترتفع. برضو حكينا اذا كانت الكدني عم تعمل اكسكريشن لليوريا، واليوريا بلشت بالنورمال فلورا تتحول لامونيا مره ثانيه وترجع لي للدم، كمان بتعمل عندك واحد هايبر امونيا. ايش الكونسيكونسز للهايبر امونيميا؟ تريمر، قلنا كلياته سي ان اس، تعمل تريمر بكون ترجف ايده من النرفسنس، بتعمل اللي هو سلارينج اوف سبيتش، مش مجمع شو بحكي، اوكي بلرد فيجن، شايف مش واضحه الاشياء، اوكي بتعمل سيربرال ايديما، تجمع سوائل منطقه الدماغ، تعمل سومنولنس. سومنولنس تعرف الانسومنيا؟ لا هذا عكس بعض. سومنولنس اللي هي نعاس نوم دائما نايم، الانسومنيا ارق. اوكي عكس بعض، فهي نفس الكلمه بس ان بتعكس المعنى. سومنولنس معناها نعاس او نوم، فدائما نايم عنده فوميتينج، يعني حتى لما يصحى بتلاقيه انه كل معدته مقلوبه وبده يستفرغ. فهي كلياتها من ارتفاع الامونيا عنده بالدرس. اذا ضلت بهاي ليفلز فور لونج بيريد اوف تايم الكونسيكونسز لها بتكون مش سومنلس، بتصير دخل بكوما ومات. دخل بكوما. طيب نيجي للهايبر امونيميا، في نوعين منها، في عندنا الاكوير وفي عندنا الهيريديتيز. في شيء وراثي من طفولته بتبلش عنده هايبر امونيميا، وفي عندنا لا هو كبير عنده مرض معين صار معه مشكله صار معه شيء صحي عمل عنده الهايبر امونيميا. طيب الاكوايرد هايبر امونيميا ممكن يكون اي مشكله بالليفر زي الفيروس هيباتايتس، الهيباتايتس العادي، اسكيميا اللي هي نقص الاكسجين اللي رايح للليفر، اذا عنده هيباتوتوكسنز تعرض لتوكسنز بتخرب الليفر، ادويه بتخرب الليفر، هاي كلياتها رح تخلي الواحد عنده سيروسيس تشمر. اوكي هاي كلياتها بتخلي اليوريا سايكل تتعطل، اليوريا سايكل نتيجه المرض، فالامونيا بتبلش تتراكم بصير عنده هايبر امونيميا بالبلد. تتعطل اليوريا سايكل فبطل عندي امونيا عم تدخل اليوريا سايكل، الامونيا بتتراكم. شو هي اللي بتسأل عنها؟ مش فاهمة. قصدي عن اليوريا، اليوريا بطل يصير اليوريا بتصير قليلة، لا. مش عم تتصنع أصلاً. طيب، فعندي الألكوهوليزم ممكن يعمل سيروسز، البليوري أوبستراكشن كمان ممكن إنه يعمل مشاكل عند الواحد ويعطل اليوريا سايكل. اليوريا سايكل مجرد ما بلشت تتعطل الأمونيا بتبلش تتراكم وترتفع بالدم وتعمل هايبر أمونيا. اكوير مجرد ما شفي من المرض بتروح خلص. اوكي هيريديتوري لا هاي قائمه دائمه على طول. هيريديتوري وراثيه، بكون واحد من الانزيمز الخمسه اللي عديناهم ديفكتد. هلا في عندي واحد منهم اللي هو اهم واحد واكثر واحد انتشارا اللي يكون فيه ديفكت اللي هو الاورنيثين كاربامويليز انزيم. اوكي هاد مشكلته انه بتعرفوا انه اكس لينك، عارفين شو يعني اكس لينك؟ بتعرفوا اخر كروموسومز عندنا اكس واي واكس اكس؟ هاد اكس لينك مربوط على 6 كروموسومز. فشو اللي بصير؟ اذا هاد ديفكتد
واحد منهم ديفكتد. اذا ولد مصاب، اذا بنت حامل المرض. اوكي هذا من الاب ولا من الام؟ الأم أو من الأب. كيف طلع ولد إذا من الأب؟ من الأم أو من الأب؟ لا يا جماعة. الأب شو بيحدد؟ يعني إيش من ولا الولد؟ بس من الام، بس من الام بنت قلبه. من الام من الام او من الاب؟ من الام او من الاب. اوكي؟ الله من الام او من الاب؟ لا من السنة لا من الابراج. شايفين كيف لما يستفتي كل واحد بتضيعوه؟ ركزوا مني، ركزوا. طيب هاي اول واحد اللي هو الارنيثين كربامويليز قلنا اكس اي. الباقي الثانيين لا. بدك تو ريسيسيف جينز عشان يطلع عندي ديفكتد انزيم، فبتكون نادره اكثر، نادره لانه يصير عنده مشكله. في حال انه صار عنده مشكله شو بصير عندنا؟ فيش يوريا سايكل اصلا، معناها الامونيا بلشت ترتفع عنده، بي اتش اوف بلاد بلشت ترتفع، والنتيجه رح تكون منتال ريتارديشن اذا ما لحقنا. اذا لحقنا تعمل عنده ريستريكشن على البروتينات اللي بياكلها، وبتعطيه ادويه حتى انه يتخلص من الامونيا الزياده، ما يصير عنده هايبر امونيميا. والفينيل اسيتيت هو التريتمنت لهي الحاله اللي بنعمله، انه بتعطيه فينيل اسيتيت انجكشن بيرتبط مع الجلوتامين. الجلوتامين مع الفينيل اسيتيت بيعطينا فينيل اسيتيت الجلوتامين which is excreted in liver. الجلوتامين اكم من نيتروجين فيه، كم من امونيا فيه؟ واحدة. فيتامين فيتامين يوريا كم من امونيا فيها؟ واحدة. يوريا يعني أربعة. من التنتين، من يوريا تنتين، ومن الجلوتامين تنتين. يا جماعة شو الاختراع اللي طيب معناته ممكن احنا نتخلص منها، نربطه بالفينيل اسيتيت ونعمل له اكسكريشن ان يورين نتخلص منها. ضايل هاي سلايد و طيب هلا نبدا بالسكيلتون. هلا الالفا كيتو اسيد هذا اللي ضل من الامينو اسيد وين بدنا نروح فيه؟ نبدا بالاسبراجين. الاسبرتيت هي تو امينو اسيد. طبعا الاسبراجين بحوله ل بالاسبرجينيز انزيم كيف الجلوتامينيز بحوله لاسبارتيت، والاسبارتيت بالاسبارتيت امينو ترانسفيرز بحوله لاوكسالو اسيتيت. اوكسالو اسيتيت وين بيروح؟ يا بصنع منه جلوكوز، عشان هيك هذول جلوكوجينيك انزيمز، يا اما بدخله بالكريب سايكل، يا اما بسوي بالديبا. تمام كمل بكمل. الاسبراجين من النون ايزينشال امينو اسيد. الاسبراجين بقدر اصنعه داخل الجسم كيف الجلوتامين اصنعه. فعندي الاسبراجين بالاصل انا ما بحتاجه بالدايت بكميات كبيره. اذا الشخص عنده لوكيميا، خلايا انقسامها بصير سريع وبتحتاج لكميات كبيره من الاسبراجين، واللي كان نون ايزينشال صار ايزينشال يتوفر بالدايت. اوكي طب كيف انا ممكن امنع خلايا السرطان من انها تتكاثر انها تزيد؟ اقلل لها الاسبراجين، بعطوا انجكشن من الاسبرجينيز انزيم كسر لي الاسبراجين لاسبرتيت، وهيك قلل لي كميه الاسبرجين. واضح؟ فهي طريقه العلاج